أسعد الله أوقاتكم بكل محبة وخير. ننتقل وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد، ويسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الدكتور المهندس طارق عوض الكريم. بداية دكتور طارق، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، أرحب بوجودكم. إحنا نتشرف فيك أكثر بهاللقاء الرائع. بداية دكتور طارق، خلينا نتعرف شخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. طارق عوض أبو سن، من هو؟ شاب سوداني بسيط من التواضع. لا أبدا، رب أسرة عليها ثلاثة أطفال إن شاء الله. أيوة. خلينا نحكي شوي أكثر عن حياتك العلمية والعملية، من وين بلشت؟ ولا أنا درست في المجر هنغاريا. أيوة. درست الهندسة. الهندسة كاملة. من بعدها؟ لا كلها. بعد إنهاء دراستك العلمية وانتقالك للحياة العملية، خلينا نحكي. أنا مباشرة جيت من المجر، اشتغلت هناك شوية في أوروبا، وجيت على هنا. على الإمارات. على الإمارات. يعني ليش الإمارات بالتحديد؟ ليش مش أي بلد تاني؟ والله هي كانت اختيارات، يعني إن الواحد يجي هنا كان في القلف كله عامة، يعني خليج عامة. فوقع الاختيار على دولة. فوقع الاختيار أي بعض الأصحاب. نعم. الوصل قدامي. بأي سنة كان هذا الحكي؟ هذا سنة 98 شهر واحد، يعني تقريبا ما يقارب ال 19 سنة 20 سنة تقريبا. ما شاء الله عليك. خلينا نرجع لهال 19 سنة، نرجع في الذاكرة شوي لورا ونتذكر سوا البدايات كيف كانت في دولة الإمارات كطالب جديد خرج هندسة بشغل اليوم بدولة الإمارات، ممكن مجال جديد، حياة جديدة، كيف بلشت؟ والله هي حياة جديدة، مو جديدة، مريحة بالنسبة لي، لأن أنا انتقلت من حياة كنت في أوروبا، المجتمع مختلف شوية، خلاص ما قدرت أواصل. أنا وصلت عملت ماجستير وجيت، يعني اشتغلت هناك وعملت ماجستير، بالتالي لما جيت هنا حياة بالنسبة لي صحيح، أي مجتمع عربي وإسلامي صحيح. طبعاً دكتور، يعني زي ما حكيت إجيت وبلشت هون من 19 سنة، بلشت الحياة تفرق شوي كمجتمع أوروبي لمجتمع عربي. أيوة. فرقت معك الحياة كبداياتك العلمية الفعلية هون في دولة الإمارات، أو خلينا نحكي من لحظة وصولك لدولة الإمارات، كانت أول محطة مرأت فيها شو كانت كموظف؟ كنت موظف. أيوة. شركة صاحبة كان في أبوظبي. نعم. وعنده فرع هنا، يعني جلست معه في راس الخيمه. لا جلست شهور في ابو ظبي معاهم. وانتقل فتح يعني فرع هنا راس الخيمه. وانت انتقلت معه. ايوه، هو اصلا جيت عليه يعني واحد من مواطن. يعني من البدايه قديش قعدت موظف كموظف؟ سنه. من بعدها ما شاء الله اليوم انت من بعدها. ايوه يعني هو قابلت طب صاحب الشركه او شريكي الحين الشيخ سلطان بن علي. وانطلقنا مع بعض. خلينا نحكي عن هالانطلاقة اللي اليوم نتيجها كان الخاطر إلى الاستشارات الهندسية. نعم. نحكي عنها عن الخدمات اللي موجودة اليوم عندكم، إيش اللي بتقدموه للناس؟ إحنا استشارات هندسية، خدماتنا تصميم إشراف واستشارات بالمجمل. عن الهندسة عموما. عندنا قسم بتاع تخطيط عمراني.
جميل. ايوه تخطيط يعني سيتي بلانينج، تخطيط مدن اللي هو ده تخصصي. صحيح. اللي هو تخصصته فيما بعد. اكيد. نعم. اليوم احنا بنعرف انه احنا بدولة الامارات في منافسة جدا قوية. اليوم لانه الامارات بتضم العديد من الجنسيات، العديد من المستثمرين، العديد من الاشخاص اللي على مدى كبير من النجاح، من ما شاء الله المشاريع الكبيرة، الشركات الكبيرة. اليوم كيف انتوا قادرين تستمروا او كيف استمريتوا خلال هال 19 سنة في ضوء او في ظل هالمنافسة هي كلها؟ اكيد كان في عندكم شيء تميزتوا انتوا فيه، في شيء مشيتوا على قاعدة أساسية حتى تقدروا تستمروا. انت كمهندس لازم تكون صادق في معاملتك. صحيح. مع الناس. صحيح. ايوه. وتكون يعني على ثقة كبيرة. على ثقة كبيرة. ايوه بعدين هنا الناس يعني بياخذوا الانطباع. أكيد. قدمت لهم حاجة مميزة. اكيد. حاجة بتحضنها معك لقدام. ايوه. صحيح. دائما تنتقل من حد لحد. أكيد. من أسرة لأسرة. يعني بنتعامل مع أسر يعني الحين. صحيح. اليوم قديش حققتوا؟ أجيال. صحيح. يعني تعتبر أجيال. صحيح. اليوم قديش قدرتوا تحققوا أو شخصياً أنت قديش قدرت تحقق من الحلم أو الطموح اللي كنت حابب توصل له بعد 19 سنة؟ الواحد بيقول الحمد لله. الحمد لله. أكيد. على كل شيء إنه يعني الشيء اللي وصله وهو الطموح كبير. أكيد. ولو ما تجدد الطموح. لوين حابب توصل بهالطموح؟ لوين حابب توصل بهالطموح؟ والله احاول اقدم بقدر ما امكاني يعني للبلد اللي انا جالس فيها. أكيد. التطوير العمراني والمعماري في هذا البلد. اكثر مشروع عمل دكتور طارق نقله نوعيه بحياته العمليه، اللي المشروع اللي بلحظته او تم تنفيذه من خلاله، حس انه دكتور طارق حس انه انا اليوم الحمد لله بمجال عملي قدرت انجز شيء او قدرت اعمل شيء من خلال هذا المشروع. والله في مشروع هو لأنه مرتبط بشيء تراثي في رأس الخيمة هناك في قلعة، فبجانب القلعة في فندق، عملنا فندق تراثي. نعم. أيوة يعني استراحة هي تقريبا كده، فندقية استراحة فندقية. فده اعتبر لي بالنسبة لي أنا كان نقلة لأنه كان في وقت مبكر. صحيح. أيوة مرتبط بالبيئة الموجودة. بالتراث. أيوة التراث والبيئة. صحيح. الموجودة. نعم. دكتور طارق بعد خلينا نحكي بعد 5 سنوات وين ممكن تلاقي حالك كشخص او تلاقي الخاطر للاستشارات الهندسيه؟ والله اتمنى انه الاشياء في 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 يعني طموح الشخص تتحقق. ان شاء الله يعني احنا بنتمنى لك ان شاء الله مزيد من التقدم والنجاح. ان شاء الله. مزيد من الاستمراريه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا اليوم خلال هال 19 سنه اللي انت كنت فيهم موجود بدوله الامارات، ما في اي شخص بيقدر يستمر هالمده كلها ويقدر يحقق لو جزء بسيط من احلامه من دون الاستقرار، من دون الامن. نعم. من دون الامان. هذا الشيء اليوم اللي دوله الامارات بتنعم فيه. هالمنظومة اللي موجودة في دولة الإمارات قديش ساعدتك شخصياً على تحقيق أحلامك وإنجاز لو جزء بسيط من مشاريعك، من أحلامك، من البزنس تبعك؟ والله أكيد أكيد هي المنظومة الاستقرار بتاع الدولة. صحيح. كويس. والتفاعل إنهم عايزين يطوروا وده شيء مهم يعني بساعدوك لأن أنت عايز تطور بتلقى. صحيح. البيئة. أكيد. أو المجال اللي بتطور. أكيد. أكيد. وما شاء الله هنا شيوخنا ما بقصروا في شيء دعم وتطور. أكيد. يعني يوم باستمرار. أكيد. استمرار. لهيك احنا دائما نحكي طبعا الفضل لرب العالمين بداية، لكن دائما نحكي انه في ايادي بشرية، في قوى بشرية. نعم. موجودة. نعم. على هالأرض. نعم. عم تعمل، عم بتساعد دائما على الاشي اللي رب العالمين اوجده، عم بتحافظ عليه، عم بتحافظ على هالنعمة، على هالمنظومة اللي موجودة في هالبلد. نعم. طبعا اكيد شيوخ حكام الامارات كان لهم الدور الكبير بعد. أكيد. رب العالمين. أكيد. بتوفر هالنعمة، بمحافظة على هالنعمة، بتطور هالبلد. نعم. كلمة شكر منك لشيوخ حكام الامارات شو بتحب تحكي لها؟ والله بعد فضل الله يعني الاستقرار والامن والتطور الكبير في دولة الإمارات بالاستمرار، الواحد بيشكره إنه يعني الشيء اللي بيقدموه. صحيح. مش للوافدين بس، لكل الناس. لكل العالم. آه يعني للمواطن أول وبعدين للوافد اللي هو. صحيح. لكل شخص موجود على أرض هالبلد. نعم. أكيد.
أكيد. ونتمتع الحمد لله بأمان ما بنلقاه في مكان ثاني. دل ما خلينا نجلس إحنا 19 جلسنا 19 سنة أنا والأسرة. صحيح. والكان الداعم الأساسي طبعاً زوجتنا في الأسرة طبعاً. أبغى خلاك يعني. أكيد. إحنا دائماً نحكي الله يديم على هالبلد أمنها وأمانها إن شاء الله ويطول بعمر شيوخها وحكامها إن شاء الله. اليوم دكتور طارق لمين بحكي شكراً بعد هالعمر؟ نعم. اليوم دكتور طارق لمين بحكي شكراً؟ شكراً لله رب العالمين وزوجة العزيزة إن شاء الله وأولادي. أكيد الشكر دائماً لرب العالمين. نعم. وشكراً لإلك أنت على هاللقاء الطيب على هالكلام الرائع دكتور طارق. شكراً لإلك. الله يبارك فيك. شكراً لك. كل الشكر للدكتور طارق عوض الكريم وأنا استودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا. دارنا في عقدها سبعة قلوب بالغلا كل قلب في الثاني يذوب. دارنا في عقدها سبعة قلوب بالغلا كل قلب في الثاني يذوب. ملتقى كل الأحبة والشعوب ملتقى كل الأحبة والشعوب. كم قلب ذاب في حبها وغام كم قلب ذاب في حبها وغام. دارنا دار الأحبة يا سلام الله عليها يا سلام يا سلام.